الحمد لله على كل حال كان طموحنا الفوز ولكن ما قدرنا نسعد الجماهير، لكن على قولتهم احنا رايحين نركز بالبطولة كاس ولعت عفوا كاس الامير تمام، وهذا اهم شيء طموحنا الحين. شلون شفت القادسيه اليوم؟ اعتقد القادسيه مع الجنرال وايد احسن. مشاركه اولى لي مع نادي القادسيه، نادي الطفوله، كنت مشجع يعني قبل ان اكون لاعب واقف مع الجمهور دائما. وايد مستانس ولي شرف بان انا امثل هذا الفريق. مباراه كبيره ضد العربي مثل ما انت شايف، خذت فرصتي ولو انها دقائق بسيطه، لكن كلي ثقه بالجهاز الفني والاداري بانهم ان شاء الله بيعطوني الفرصه الكامله والفرصه المناسبه، وهم ادرى باللي انا ادرى مني انا، وورانا درب طويل ان شاء الله، توني لاعب صغير، اهدافي بعيده ان شاء الله وطموحات كبيره تليق ان شاء الله بطموحات نادي القادسيه، عسى الله يسهل ان شاء الله. الجنرال، محبه الجماهير هذه كبيره والله. هم اللي سووا الجنرال، مشكورين الله يعطيهم العافيه. شلون شفت المباراه اليوم؟ صعبه وكبيره وصدق فعلا كانت ديربي، اللعب كان مفتوح، كان هناك فرص للعربي وكان ايضا فرص للقادسيه. تحملوا اللاعبين المسؤوليه، عمل انا مرتاح لهم بشكل ما تتصور، لان الروح العاليه اللي ادوها داخل المباراه امام فريق ايضا ينظر الى الصداره، ينظر الى الدوري، بالتالي اقول مشكورين لابناء القادسيه وجمهور القادسيه. استعداداتكم لمباراه الكويت؟ هم عندهم 4 ايام راحه، احنا عندنا 3 ايام راحه، ونشوف الاصابات ونشوف الشد اللي عندنا ويانا. انت لاحظت اللاعبين يحتاجون الى القوه، يحتاجون الى التحمل، يحتاجون الى السرعه، يحتاجون الى تحمل القوه. انا قاعد اشوف الفريق في الامور هذه ضعيف، ولكن لله الحمد قاعد يقدمون مباريات ومسؤوليات كبيره، ما قصروا. المباراه القادمه ان شاء الله ننظر لها من بكره، ننسى بكره المباراه هذه ونحضر حق مباراه الكويت ان شاء الله. راح الدوري ابو عادل؟ لا ما راح الدوري، بالعكس احنا كلنا ثقه بالفريق. يمكن اليوم انت مباراه ديربي، دائما مباراه الديربي ما فيها مقياس ابو فواز، ما في مقياس. اليوم مباراه الديربي الحمد لله طلعنا احنا بنقطه بيدنا احنا ان شاء الله، واحنا ثقه برجال الزعيم ان المباراه الجايه كلها نفوز، تفوز انت وان شاء الله تاخذ الدوري. انت عندك بالمقابل الفرق كلها قاعد تضارب، بالعكس استغل العربي امس السالميه اعطاه هديه، اليوم القادسيه يمكن ناقص. لا تستغل، لا احنا ما نستغل هدايا، انت 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 بالملعب تاخذ 3 نقاط، ما نستقبل اي هديه، تستقبل انت بايدك تحقق الفوز وان شاء الله العربي قادم، كلنا ثقه بالفريق. زين بارك لك في اللجنه الاولمبيه، تستاهل ابو عادل. الله يبارك فيك، وهذه ثقه يعني انا اشكر اللجنه الاولمبيه براس الشيخ فهد الناصر على الثقه، وان شاء الله نقول قدها المسؤوليه ان شاء الله. والله اللي موجود يشوف الملعب شلون كان مايل، يعني انا كرتين حطيتهم بالجول حسبه اوف سايد، بلنتي ضيعتها، الهيد مالت اول جيم مالت وعطى، انا اول جيم المفروض طالع اكثر من 2. ليش ما فاز العرب اليوم؟ ما فاز بعد ما الله قسم، والحمد لله على كل حال تعادل مكتوبه، انا صار لي كم لعبه فوز فوز فوز، خل هذه تصير الكبوه والحمد لله انتهت على خير. ما استغليتوا الفراد بالصداره عقب خسارتكم؟ مو مشكله، ترد ان شاء الله الصداره ويرد العربي الصداره، نفكر الحين باللعبه الجايه دور الاربعه بالكاس وان شاء الله الله يسهل. زين ابو احمد خلي اتكلم على موضوع علي فريدون العربي يطقطق. يبقى كلام فاضي زين. انا العربي يطقطق؟ والله الجمهور اللي يطقطق. لا لا اتكلم من القرارات. ولكو شيء، لاعب شهر 10 تشتكي بشهر 3 السنه الثانيه اللي وراها 5 اشهر. ماكو شيء يعني. طبعا ماكو شيء. زين والنقطتين ليش ما اشتكوا على عموري؟ ايه. زين ونقاط النصر بيدكم ولا لا؟ بيد القضاء، انا 1000 مرة اقول بيد القضاء وان شاء الله خير. على صولا سنوسي. ان شاء الله موجودين. وقع ولا لا؟ لحم وقعوا بس ان شاء الله موجودين. يقولون في واحد فيهم رايح كيفان. كيف؟ لا لا. داخل الكويت لا، داخل دولة الكويت ما راح.